ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعنا دكتور رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وموضوع جديد يهم كل المشاهدين، الليمفيديما أو الغدد الليمفاوية. دكتور رانيا، الليمفيديما أو الغدد الليمفاوية وخصوصا بعد استئصال الثدي، تمام، كلمينا عن إيه الليمفيديما؟ بصي، يعني ايه لمفيزيما؟ المصطلح ده عشان الناس اللي مش فاهماه، اللي هو التورم اللي بيحصل في الذراع او بيحصل، ممكن يحصل في الرجلين. خلاص، في الذراع او الرجلين، بيبقى تورم نتيجة لايه؟ تجمع السائل الليمفاوي. تمام، السائل الليمفاوي بيتجمع، فبيعمل بيخلي الايد تورم، بتورم كلها او الرجل تورم من تورم تورم بدون ألم؟ لا، بيبقى فيه ألم. هنشرح في مفهوم. الأعراض بقى، هنشرح بقى في الأعراض. طب ايه هي اسباب الليمفيديما يا فندم؟ بصي، الليمفيديما يعني كل الأسباب بتاعتها بيبقى أي سبب من شأنه تقليل أو إبطاء دورة السائل الليمفاوي. زي العلاج بالإشعاع ممكن يعمل إبطاء في دورة السائل الليمفاوي، استئصال الثدي من الحاجات المشهورة، الالتهاب الخلوي في في الساقين، في ناس بيجي لهم التهاب خلوي ممكن يعمل ابطاء في السائل الليمفاوي، تمام. وكلهم على فكره بيبقى نفس طريقه العلاج سواء كان في الذراع او في الرجلين. حدوث جرح في الغدد الليمفاويه، تمام. تمام. مشاكل في القلب او في الكبد ممكن تعمل مشكله في دوره السائل الليمفاوي. خلاص، دي كلها أسبابها. طب إيه أعراضها يا فندم؟ الاعراض بتاعتها من الحاجات المشهوره قوي انه تيجي تضغطي على المكان اللي وارم تلاقي تجويف مكان الضغطه بتاعت ايدك، يعني لو ضغطتي كده تلاقي مكان ما تضغطي ضغطتش مكان ما ضغطتي عامل عشان تجويف. التورم. ما هو بيبقى مشكله في السائل الليمفاوي، فدي بتبقى من العلامات الواضحه جدا ليها. تقل، العيان يقولك حاسس بتقل، دراعي تقيل، مش قادر اشيل رجلي دراعي، مش قادر يشيله، مش قادر ارفع تقل دراعي. تقل فظيع. ألم في الإيد أو في الرجل، بتعمل ألم كويس. في ناس بيحصل معاهم سخونة أو احمرار في المكان، من الأعراض اللي ممكن تحصل مع الليمفيديما، سخونة أو احمرار، صعوبة في الحركة وعدم مرونة. الحركة كمان مش بس صعبة، كمان ما فيهاش مرونة، مش بحرك بصعوبة، لا، ما عنديش فلكسبيليتي مفيش في الحركة. فلكسبيليتي في الحركة. دي من الأعراض بتاعتها. الورم أول ما بيظهر أول حاجة في الكف بتاع كف الإيد الإيد والصوابع، وبعد كده تحسي بقى إنه المكان كله وارم، ونفس تورم القصة في وتقل. الرجل، تورم وتقل. ممكن تبدأ تشتكي إنه لو هي لابسة خاتم تقول الخاتم بدأ يضيق عليها، الساعة اللي لابساها بدأت تبقى ضيقة عليها. دي من دي يعني الأعراض بتاعتها، بيبقى التورم أكتر حاجة، والألم والتقل اللي في ال وفي بقى من الحاجات المهمة جدا عشان نتكلم عليها في الوقاية، اللي هي بتاعة تمدد الجلد. يعني ده ممكن يعمل لك مشكلة لما المكان يورم والجلد يتمدد، عندك مشكلة هنتكلم عنها في الوقاية دلوقتي، إن الجلد لما يتمدد ممكن يعمل لك تشقق، بالظبط. التشقق يعمل لك جرح. وممنوع العيان اللي عنده ليمفيديما يتجرح في الايد دي، ممنوع. ممنوع. والجلد بيتفرد لوحده، بيتفرد لوحده اوريدي، هيتشقق، مش بيتمدد يعني، بيتمدد فبالتالي فهيتشقق. هيتشق. فهنتكلم بقى دلوقتي في الوقايه طب ايه طرق عنها. الوقايه يا فندم من الليمفيديما؟ طرق الوقايه بتبقى عن طريق حاجتين، يا اما انت بتبقي عايزه تسرعي دوره السائل الليمفاوي او تمنعي تجميعه، تمام. دي بتبقى دول الهدفين. اول حاجه بنمنع العيان اللي عنده ليمفيديما ان هو ياخد حقن في الطرف المصاب، تمام. تمام. ما بنقيسش الضغط في الطرف المصاب، حتى لو انا رايحه للدكتور لاي سبب، يا دكتور انا عامله مثلا عمليه ماستكتومي اللي هو شايله صدري، من فضلك ما تقيسيش الضغط في الدراع ده، انت اللي تعرفي الدكتور الدكتور اللي انت رايحه له، ان دكتور في باطنة مشكلة مثلا، ان انا عاملة العملية دي ما تقسليش فيه. عشان ما يحصلش ضغط على بالظبط، الأوعية، وبالتالي ممنوع ان احنا تالت حاجة بقى في موضوع انه بيحصل عندهم تمدد في الجلد، لازم طول الوقت، من النصايح المهمة بنديها لهم، طول الوقت كريمات مرطبة طول الوقت، لان تمدد الجلد ده مشكلة.
عشان ما يحصلش تشققات. عشان هيحصل تشقق، والتشقق يعمل الجرح. ما هي هيها نفس مشكلة نفس الشكة بتاعت الحقنة، ما هو بالظبط. التشقق هو نفس شكة الحقنة. ده بالعكس التشقق ممكن يبقى أكبر، لأنه في ناس تقولك أنا ما عملتش، أنا ما عملتش بيها حاجة، أنا ما خدتش فيها حقنة. لا، بس الجلد بس اتشقق الجلد فيعمل شقق. لك نفس المشكلة. نحافظ عليها طبعا، التنشيف كويس، وتنشيف بين الصوابع عشان ما يعملش تمام فطريات سواء في الإيد أو في الرجل، تمام لأنها بتبقى ورمة، فلازم ننشف بين الصوابع. لو احنا خارجين هنهتم جدا ان احنا نحط صن بلوك، لان ممنوع التعرض للحراره المباشره سواء كانت حراره الشمس او البوتاجاز. حتى البوتاجاز. ما ده حراره مباشره، معرض ما امسكش، ما اقفش قدام البوتاجاز واقلب واعرض الايد اللي فيها الإيد. الليمفيديما للحراره المباشره مثلا، واقلب حاجه على البوتاجاز. تمام. دي من الحاجات الغلط، من الاخطاء اللي بتحصل في موضوع تمام. الليمفيديما. عدم لبس الملابس ضيقه في الجزء المصاب بالليمفيديما، او حمالة صدر ضيقه ما تتلبش. ممكن نستخدم ثدي صناعي للناس اللي عاملين استئصال ثدي خفيف الوزن. مهم جدا بقى اكل وجبات خفيفه ومتوازنه، لان العيان اصلا دراعه تقيل او رجله تقيله، مش ناقص مش ناقص تقل تقل. على التقل اللي عنده. يعني انه يحصل سمنه سمنة في المشكله دي تزود المشكله. تزود المشكلة. من المهم جدا طبعا في ان انت تمنعي تجميعه في الوقايه، في طرق الوقايه، ان الرفع على وساده. تمام، ان احنا بنرفعه دايما على وساده عاليه، او الرجل تترفع برضو، تمنعي تجميع السائل الليمفاوي فيها. تمام دي برضو من الحاجات دكتور رانيا، سريعا الغلط. كده طرق العلاج لو حصل اذا ليمفيديما. في ليمفيديما، طرق العلاج اول حاجه عندنا بنعمل حاجه اسمها انترميتنت كومبريشن. ده نوع من انواع العلاج، جهاز بيعمل جلسات، بتبقى عباره عن جهاز بيتلبس بيعمل ضغط متقطع للسائل الليمفاوي فيسحب السائل. تمام. تاني حاجه بيبقى عندنا حاجه اسمها مساج، اسمه المساج الليمفاوي، بيبقى بضغط معين وبطريقه معينه وتايم معين في حدود نص ساعة، بتبدأي تحركي فيها السائل الليمفاوي لطريق الغدد الليمفاوية عشان انتي تصرفيه لهم، خصوصا الناس اللي تمام عاملة استئصال. تمام تمام، من ضمن الحاجات المهمة تمارين اسمها الانتر كوستال بريسنج، دي بتزود سرعة تصريف السائل الليمفاوي. تمارين معينة اسمها بدال، بجهاز اسمه بدال بنعملها عشان نزود تصريف السائل الليمفاوي. تمارين معينة بتستهدف تحريك الصوابع والكف والكوع والكتف، ونرفع الايد بتاعتنا دايما زي ما قلنا على حاجة عالية. دكتور رانيا، سعدت بلقاء حضرتك كتير، وعلى وعد بلقاء حضرتك في سلسلة حلقات، لأن طبعا أكيد مشاهدينا الأعزاء موضوعات اللي أثرناها النهاردة تهم كل المشاهدين، فأخذ وعد من حضرتك على الهواء إن شاء الله إن شاء بلقاءات الله أخرى بإذن الله. إن شاء تشرفنا الله. بسيادتك يا فندم، بشكر شكرا جزيلا دكتورة رانيا السيد، دكتورة واستشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب القصر العيني جامعة القاهرة. أعزائي المشاهدين، تصبحوا على حب، تفاؤل وكمان أمل. صباح الخير.